الفيديو الثاني ونرجع نكمل. احنا بمحافظة الليث، زارنا الدكتور احمد العرفج واقترح علينا تسوية سلم للوصول الى شلال وادي ذهب. فقمت انا واحد الزملاء بتسوية السلم واسمينا السلم درب بن عرفج. حلوة التسمية، حلوة إن شاء الله. أنا موجهين لكم دعوة أهل الليث، الحقيقة قضيت يومين في الليث وبروح أعيد مرة ثانية. اكتشفت اكتشافات خطيرة، يعني 70% من الشعب السعودي لا يعرف مكونات الليث. مزارع البابايا اللي فيها 1000 شجرة بابايا، أكبر مزرعة روبيان في العالم، تشتري منها اليابان والصين. أنا زرت الجماعة ذولا بوادي ذهب وينزلوني الوادي، قالوا تعال أنت مفرح نطببكم. قلت الحين ترى ما في إلا مفرح واحد وعرفج واحد، لو تدر بينا تكسرت روسنا في خسارة على أهلنا. فقالوا إيش الحل؟ قلت يا أخي سووا هذا الدرج. قالوا بنكتب للبلدية، قالوا البلدية تطول. فراحوا تبرعوا الأهالي جزاهم الله خير، وعدتهم بزيارة وأنا بالسلم وحنصوره. شكر لهم لأنه الأهالي سووا السلم هذا، وتقريبا تنزل 30 متر. وادي ذهب هذا وادي الليث 24 ساعة الموية تمشي ولا في ألذ منها، موية عذبة زلال. الوادي ذا على اسمه وادي ذهب، وشكرا لحبيبنا ابو عادل عامر البجالي واصحابه اللي سووا الدرب هذا. ولازم تشكر محمد العرجاني لانه من قبل الحلقه هو معجب بالتسميه درب بن عرفج. والله هو احسان منهم. انا احب دائما يا ابو يحيى اني اي مخان اروح اضع اقتراح، اضع فكره، اضع، لانه ما تدري انت زي السيل، السيل يمر ينبت زروعات ويروح. لكن انا الان ارسلوا لي امس تفاجات انه خذوا القرار جديه سووا الدرب بن عرفج. كلامك جميل بس ما قلت شكرا لمحمد العرجاني. محمد نبي نكتب في قصيدة هجاء ولا مدح؟ يستاهل أبو الهجاء. أنا أخذ حق من الهجاء، أخذ الحطية ما عاد عندي. حلوة. طيب.